هنيئا لفريق الوداد بالمرور ديالو الى الدور الموالي، هنيئا لجميع مكونات هذا النادي اللي عنده خبره وتجربه في هذا الكاس الغاليه على جميع المغاربه. كنا تمنيو النفس حنا الفريق ديالنا في الوقت الاصلي وفي الوقت الاضافي المحتسب اللي هو 6 دقائق انتصرنا يعني طولا وعرضا، خلقنا فرص كثيره للتسجيل. السلطة التقديرية للحكم الرداد ومساعده كان لهم رأي آخر، لن أخوض في هذا السجال العقيم الذي يتكرر كل مرة، لكن بما أنهم مكون من مكونات الكرة المغربية أظن أنهم قراراتهم كانت حاسمة في هذه المباراة. فخور باللاعبين بأدائهم بالحماس، مدينة طنجة يجب أن تفتخر بهذا الفريق التي يلعب بهذا الروح بهذا الانضباط. أظن بأنه كان ارتياح كبير وسط مستودع الملابس عند المسؤولين ديالنا. بالمناسبة السيد الرئيس يعني رغم الإقصاء يعني أعطى واحد المنحة تحفيزية للاعبين الأداء ديالهم الرجولي. كنا متخوفين يعني من كنا بغينا نقطع المقابلة يعني بلوتو مبكرا وذلك ما حصل، لكن أشياء أخرى تدخلت في هذا باش لحقناش. كنا تابعنا مباراة السي بوان مع خريبكا، ماتش يعني منعرج حاسم، لكن يعني بالرجوع إلى المباراة أظن بأنه سجلنا بشكل مبكر. فريق الوداد عجز عن إيجاد الحلول، اعتمد بالأساس على الكرات الطويلة من الأطراف أو بشكل مباشر. إحنا كان عندنا انفراد أمام المرمى، كان بإمكاننا باش نحسموا النتيجة مبكرا تكون 3-0، لكن التعامل لم يكن بالشيء المطلوب. كذلك في الشوط الثاني نفس السيناريو، حتى حدث ما حدث. أظن أنه لو كنا لعبنا مع الوداد يعني في العشر الأيام الأخيرة في رمضان ما يسجلوش علينا، هذا زعما باسكو ني افي با دو سوليسيون. كنا اونيت بيان اورغانيزي، انتشارنا الدفاعي كان محكم، غلقنا عليهم الممرات. أظن بأنه التغييرات كذلك اللي قمنا بها كانت في محلها وفي وقتها. فخور باللاعبين، تنشكرهم من المنبر ديالكم. وفوالا دومان فو سونتريني كوم دابيتود. نعتذر للأنصار، تنشكرهم على الحضور، نطلبهم كذلك مرة أخرى باش يحضروا بشكل مكثف. سنستقبل مرتين داخل الدار، ما عندناش هامش ديال الخطأ، 6/6 خص، هذا هو الشعار ديال الناس، 6/6 نقاط فوالا. وتستمر الكرة في الدوران وحنا غادي نبقاو متشبتين بالأمل جوسكو بو فوالا.